بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن القسم الثالث من موضوع الفحوصات الطبية للمرأة الحامل. طبعا قد يطلب الطبيب من المرأة الحامل فحص نوع من أنواع التحاليل، مثل تحاليل سكر الحمل ويعني تحاليل متلازمة داون وتحاليل فيروس نقص المناعة البشرية، وأيضا يعني قادبا يعني تكون تحاليل التحاليل الروتينية اللي نعرفها كلنا. طبعا بعض هذه الاختبارات تتم كنوع من الفحص، فهي يعني توضح إذا كان هناك خطر من الإصابة ببعض المشاكل يعني الصحية المحتملة، يعني سواء يعني لك أو للطفل في المستقبل، وأيضا قد